مع ناقد رياضي كريم سعيد ضيف النهارده في السادسه على سيناريو المواجهه وازاي ممكن كل فريق اللي بيتهيألي منافسه اصبح كتاب مفتوح. انا قلت لكم من خلال مذاكرتي الشخصيه للترجي على مدار الاسبوع اللي فات، متابعه مبارياته نتائجه، اقدر اقول لكم الشكل والطريقه والاسلوب اللي بيفكر فيها ميجيل كاردوزو، واللي كتير من المحللين التونسيين اجمعوا انها هتكون او رهنه، يعني دي حاجه خارج التوقعات. واتمنى ان كولر يفاجئ النهارده، يعني بيبقى ليه مفاجات حلوه في اوقات كتيره جدا، اتمنى تكون واحده من مفاجاته اللي تسعد جماهير النادي الاهلي في ماتش النهارده. لكن كلهم راهنوا او اتفقوا انه الاهلي هيلعب بنفس الطريقه اللي واجه بيها مازيمبي وسيمبا خارج الديار، والاثنين مره نجح الاهلي في تحقيق فوز على سيمبا، والمره الثانيه نجح في العوده. من اعتقد هي من المرات النادره ان لم تكن المره الوحيده ان الاهلي يلعب مع مازيمبي في الكونغو ويرجع بدون خساره، فبالتالي الحقيقه النتيجتين كانوا ايجابيين، اتمنى يكونوا فال حسن على الاهلي النهارده، وان كنت ان شاء الله طموحاتي وطموحات الاهلاويه افضل من كده بكتير. سيناريو اللقاء، سيناريو اللقاء واحد من الحاجات المهمه جدا النهارده، وخلي بالكم كل 90 دقيقه وليها ظروفها. حاله اللعيبه في ال 90 دقيقه مجرد نزولهم الملعب ومدى تركيزهم، مدى توفيقهم في ترجمه الفرص اللي بتتاح ليهم او في انقاذ مرماهم من فرص، سيناريو اللقاء اللي اتمنى، يعني اتمنى بس انه المبادره، لو ليا ان انا اتمنى حاجه واحده في الماتش ده، انه المبادره تبقى من حظ ونصيب النادي الاهلي. اذا تمكن الاهلي من مبادره او مباخته الترجي، فاعتقد انه الاهلي ان شاء الله هيقدر يرجع من تونس بفوز غالي جدا جدا جدا. وحتى لا قدر الله لو كانت المبادره من حظ ومن نصيب الترجي، فاتمنى انه الاهلي يسجل ايا كانت النتيجه ايه. تسجيل الاهلي لهدف في مباراه النهارده مهم جدا 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 عشان يمنع الترجي من سلاح مهم جدا في مباراه العوده. اتمنى ان الاهلي يسجل النهارده بصرف النظر عن النتيجه، واتمنى اكتر ان الاهلي يرجع بفوز او على الاقل ان شاء الله يكون بتعادل ايجابي. تعالوا نستعرض كده سريعا الصحافه التونسيه قالت ايه عن ماتش النهارده. نبدا بالشروق، اخبار الترجي الرياضي، تشكيله مثاليه للاطاحه بالاهلاويه. وخدوا بالكم هنتفق على ان سكواد الترجي الاساسي ال 11 معروفين للجميع، وانا هستعرضهم مع حضراتكم ومع كريم النهارده في الانترفيو، وهقول لكم تقريبا بنسبه 99% التشكيله هتبدا بيها الترجي، وعندهم لعيبه كويسه جدا في ال 11، لكن اهم ما يميز الاهلي عن الترجي هو الدكه، دكه الاهلي الحقيقه اتقل بكتير جدا من دكه الترجي، وده اعتقد عنصر من عناصر تفوق مارسيل كولر في مواجهه النهارده وفي مواجهه القاهره ان شاء الله. نروح لبعد الشروق، عندنا الصحافه الصباح، عندنا طبعا صحيفه الصباح اتكلمت على الترجي الرياضي يوجه نداء لجماهيره قبل مواجهه الاهلي، وزي ما كنت بتكلم مع كريم عدد التذاكر اللي طرح لمواجهه النهارده كان اساسا في الاساس 27,000 تذكره، وبعد كده صدر قرار من القائمين على تنظيم المباراه برفع عدد التذاكر ل 34,000 تذكره، وتم نفاذ التذاكر بالفعل بالكامل. والنهارده تم الاعلان عن فتح حاجه اسمها المدرج الشمالي، وتحديد سعر التذكره حتى باقل من التذاكر اللي كان تم الاعلان عنها قبل كده. كان سعر التذكره قبل كده حوالي 50 دينار، النهارده اعلنوا عن فتح حجز تذاكر جديده، تذكره تقريبا ب 30 دينار، فواضح انه الترجي محتاج جمهوره قدام الاهلي، زي بالظبط ما واثق انه جماهير الاهلي في مباراه العوده هيكون ليها دور كبير جدا ان شاء الله باذن الله في حسم اللقب. مدرب الترجي الرياضي، مباراه الاهلي ستحسمها بعض التفاصيل، وعازمون على مواصله رفع التحدي لكسب رهان رفع اللقب. طبعا ميجيل كاردوزو انا اتكلمت عليه مع حضراتكم، قلت مدرب كبير سي في محترم جدا جدا جدا، ولكنه يبحث عن بطوله. يعني هو صحيح درب في دوريات كبيره، درب بيشكتاش في تركيا، درب سيلتا دي فيكو في اسبانيا، اعتقد درب كمان في نونت في فرنسا، يعني مدرب سي في بتاعه تقيل، لكنه لم يحقق اي لقب على مدار مشواره، في حلمه انه يكون لقبه الاول لقب قاري، انه يقدر يحقق لقب دوري الابطال مع الترجي. وخدوا بالكم الكلمه دي والماتشات دي حقيقه انا بتفق معاها تلعب على التفاصيل. الاهلي على مدار 180 دقيقه ممكن تتاح لي 180 دقيقه عمر المواجهتين المباراتين القاهره ورادس، ممكن تتاح لي 3